فإذا لم تتواجد الطبيبة المسلمة فلتذهب المرأة المسلمة إلى طبيب مسلم أم إلى طبيبة نصرانية؟ لا، تذهب إلى الطبيب المسلم ولا تذهب إلى طبيبة نصرانية، لأن الطبيب المسلم هذا أخوها في الإسلام، سيكون حريصا عليها، يتقي الله تعالى فيها. أما هذه الطبيبة النصرانية فهذه كافرة. افترضنا مثلا أن امرأة بتولد مثلا، هتروح عند امرأة نصرانية، طيب حصل في هناك مشاكل في الولادة، هيعملها قيصري، القيصري بتتبنج، ما بتبقاش عارفة مين اللي بيولدها ولا ولدوها ازاي، هي متبنجة. ايه المانع ان هم النصارى دولت يشتروا لها الرحم ويقولوا لها الرحم ده كان يحصل له انفجار، فحرصا على سلامتك عملنا المسألة دي، خلاص وتنتهي القصة، وتنتهي القصة. فلا ينبغي أن نأمن، لا نأمن على نسائنا أحدا إلا من بني ديننا. الأصل مسلمة، إذا لم أجد المسلمة فعليك بمن؟ بالمسلم، هو أخوك، إياك ثم إياك. تقول لا طبيبة شطرة جدا، إذا زي لا 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 إيدها ولا رجلها، فإحنا نتقي الله عز وجل. وبعدين ممكن هي تدخل معاها أثناء الولادة أو أثناء الكشف أي حد تاني، ممكن تكون حاطة مثلا كاميرا التلفزيون مثلا في الحجرة بتاعة الكشف، زوجها أو أي حد من الناس الوحشين بيصور، لأنها كافرة. قال الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، صح؟ إيه هل يمنع حتة بتاعة في جنب كده تصور كل حاجة؟ يمنع ولا يمنع؟ لا يمنع.